مطالبنا مشروعة. اللقاءات الخمسة تحاضرنا، استمعنا إليكم. مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ شهر سبتمبر، تلك واحدة من المطالب التي تحدث عنها رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء في اللقاء التشاوري الموسع لأعضاء الهيئة لمناقشة أوضاعهم المعيشية جراء تأخر الرواتب. خلال هذه الفترة تنوعت مظاهر الاحتجاج السلمي التي مارسها أساتذة الجامعة، بين إصدار البيانات إلى تعليق الشارات الاحتجاجية إلى اللقاءات التشاورية وكذا اللقاءات مع الجهات المعنية في سلطة الميليشيا بصنعاء. زرنا وزير التعليم العالي، ووجهت هذه الخطوات بصلافة وقسوة من قبل سلطة الميليشيا بصنعاء وأدواتها بالجامعة، ذلك ما دفع أعضاء بالنقابة لرفع شكاوى إلى النيابة بحق أولئك تتهمهم بالشروع بالقتل والتحريض والمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم. البيان الذي خرج به اللقاء حمل تهديداً بالإضراب الشامل ابتداءً من الأول من يناير القادم إذا لم تصرف المرتبات وتتوفر ضمانات لاستمرار تمويلها وتصحح الاختلالات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها قيادة الجامعة المعينة من قبل الميليشيا. لمن يخالف هذا الاتفاق اللي اتفقنا عليه الآن ويتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة، اللي ما بيضربوش ولا اللي اتفقوا معنا. الأيام المقبلة ستكشف جدية الجهات المختلفة في التعامل مع تلك المطالب التي رفعت شعار إلا الراتب فالراتب حياة.